فيكم يا أصدقائي في فيديو جديد من حلقات تعلم الحروف العربية مع عالم التلوين. في فيديو اليوم رح نلون صور لكلمات تبدأ بحرف الباء. رح نلون مأكولات وحيوانات وجماد. يلا نلون. رح نبدأ بالباذنجان. رح نستعمل اللون النهدي الغامق والأخضر الفاتح. اللي بحب يلون معي اضغطوا على الرابط اللي موجود بالمربع تحت الفيديو عشان تطبعوا الصورة الغير ملونة. وهلأ دور نلون صورة لكلمة بطيخ. لون قشر البطيخ من برا درجتين مختلفة من اللون الأخضر. اللي بحب التلوين وبحب يتابعني كل يوم ما تنسوا تشتركوا بالقناة. رح ألون قشر البطيخ من جوا باللون الأصفر وألون البطيخ باللون الأحمر والبزر باللون الأسود. دور نلون صورة كلمة برتقال. لون الليفة أخضر ولون قشر البرتقال برتقالي. لنلون صورة كلمة ببغاء. رح نستعمل ألوان كتير حلوة ومختلفة. رح نستعمل اللون الأحمر والبرتقالي واللون الأصفر الأزرق والأخضر. اكتبولي بالتعليقات إيش في كمان كلمات تبدأ بحرف الباء. دور نلون صورة كلمة بقرة. رح نستعمل اللون الزهري الفاتح واللون الأسود ونخلي باقي لونه أبيض. لنلون صورة كلمة بطة رح نستعمل اللون الأصفر لنلون الريش واللون البرتقاني لنلون منقاره وإجره. وهلأ رح نلون صورة لكلمة باب. رح نستعمل اللون النهدي واللون الأزرق. يلا نلون القارب اللي موجود بصورة كلمة بحر. آخر صورة بدنا نلونها هي صورة لكلمة بالون. رح نستعمل اللون الزهري. وهيك بنكون خلصنا تلوين 6 صور لكلمات تبدأ بحرف الباء. اكتبولي بالتعليقات ايش في كمان كلمات تبدأ بحرف الباء. يلا باي باي يا أصدقائي.